مرحبا بكم جميعا. نحن نبدأ جلستنا نبدأ جلستنا متأخرين بعض الشيء، فلن أطيل الكلام في التقديم. ضيوفنا الأعزاء أغنياء عن التعريف حقيقة، لكن دعوني أقول بضع كلمات. متحدثنا الأول هو الدكتور نابي بوعلي، وهو أستاذ الفلسفة ورئيس قسم الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة معسكر في الجزائر، وهو أيضا منسق وحدة بحث حوار الأديان والحضارات بالمرصد الوطني للشأن الديني بالجزائر، وعضو مخبر بحث البحوث الاجتماعية والتاريخية، وله مشاركات وطنية ودولية كثيرة ومنشورات وطنية ودولية في مجلات وكتب جماعية. وموضوع حديثه تحت عنوان أزمة المنهج والعودة إلى السرد. نرحب به أكبر ترحيب ونتطلع لسماع مداخلته، فليتفضل مشكورا. نعم. شكرا سيد رئيس الجلسة. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. في البداية أود أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للمركز العربي على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في هذا المؤتمر وحضور جلسته. وأنا أشارك للمرة الثانية بعد أن شاركت في المؤتمر السابق حول موضوع الحرية في الفكر العربي المعاصر. بالنسبة لموضوع المداخلة، قد عنونته بأزمة المنهج والعودة إلى السرد، ويبدو أن هذه المداخلة تسير عكس التيار الذي يؤسس للمنهج. بداية، تعددت الخطابات التي تناولت إشكالية المنهج في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لكون سؤال المنهج من الأسئلة الجوهرية المرتبطة بمشكلة الحقيقة، بحكم أنه لا يوجد علم دون منهج يشكل قاعدته إلى جانب موضوعه الخاص. وتكمن أهمية المنهج بالنسبة للعلم ضمن الشروط الإبستيمولوجية في رسم الحدود الفاصلة بين الحقيقة واللا حقيقة. وفي ضوء النسق الفكري الغربي وتطوراته المتلاحقة، ابتداء من عصر الأنوار مرورا بالحداثة إلى ما بعد الحداثة، ونحن نشهد ثورة منهجية كبيرة ظلت تلاحق فكرة الحقيقة، فتوسع أفق الحقائق نتيجة لذلك، وتبين أنه مع تغيير المنهج حدث تغييرا كيفيا وكميا في نظام المعرفة وإبداع المفاهيم والنظريات. فالحقيقة تتغير بتغير المنهج ومسلماته وخطواته، وبالتالي فإن أي منهج لا يعد أن يكون جزءا من علم يتوسع باستمرار نتيجة لقوة العقل الخلاقة التي لا تقف عند حد، مما جعل كل محاولة لتعريف المنهج تمثل في الواقع لحظة من لحظات تطوره وصيرورته. إن المناهج تتحرك في صورة جدلية تبعا لحالة الانفجار العلمي، فهي المنتوج وهي محرك عملية إنتاج المعرفة. من هنا تأتي أهمية التأملات التي وضعها العلماء والفلاسفة للمبادئ والأصول والقواعد التي يجب أن تقوم عليها البحوث
باعتبار المنهج هو الشرط الأساسي للارتقاء بمستوى الحقيقة وتداولها وانتشارها. غير أن الانفتاح على المنهجيات في العلوم الاجتماعية والإنسانية التي توسعت بشكل كبير عقب الثورات العلمية قد فرض إعادة النظر في مشروع الفكر الغربي منذ عصر النهضة والحداثة التي رافقت المنظور البرجوازي الغربي الذي كان همه الوحيد السيطرة على الطبيعة وامتلاكها، حيث لاحت في الأفق بوادر أزمة أدت إلى التساؤل من جديد عن قيمة المنهج في تحصيل الحقيقة ومدى صلاحيته لجميع العلوم. هذا الانفتاح الجديد يدعو إلى مراجعة نقدية للمناهج التي رسمت مسار البحث في اتجاه محدد ينسحب على جميع ظواهر الوجود، وإلى توسيع مسالك البحث العلمي ليكون أكثر فاعلية لصياغة مقاربات إزاء الظواهر، كما كان رسالة تهدف إلى تحقيق عقلانية مفتوحة عبر تعدد المنظورات ضد دغمائية المنهجية المغلقة التي حصرت نفسها في باراديغم إبستيمولوجي واحد النمط لا تحيد عنه. بالنسبة للإطار الإشكالي للموضوع وفي هذه الورقة، يتمثل في مصادرة المنهج التي ضيقت مفهوم الحقيقة وقلصت من الحدث التاريخي بسبب محاكاة النموذج العلمي، ومن ثم هل تمثل العودة إلى السرد مؤشرا على تراجع التصور العلمي للتاريخ؟ قد وضحت فرضيات لهذا الإشكال، وهي كما يلي: خطاب التاريخ هو مجرد سرد شبيه بالأشكال الأدبية التقليدية، لأن الماضي لا يمكن استرجاعه إلا عن طريق السرد والقص. ثانيا، الكتابة التاريخية لا تنفصل عن الأشكال الأدبية الأخرى، لكن ذلك لا ينفي عنها صفة الموضوعية. ثالثا، التداخل بين التاريخ والسرد القصصي يؤكد أن ما يقدمه المؤرخ ما هو إلا سرد منظم، أي بنية سردي. بالنسبة للأهمية العلمية لهذه الوقت تكمن في أنه مع تصاعد نبرة الخطاب الغربي الذي لم يستطع تصور الحقيقة خارج إطار المنهج، فتح المجال أمام أزمة تستدعي إعادة طرح السؤال في سائر العلوم الاجتماعية والإنسانية من جهة مناهجها ونتائجها وفعاليتها. وهنا يمكن أن يعني نتذكر الفكرة الشهيرة عند الأستاذ محمد وقيدي عندما قال: العلوم الإنسانية علوم كثيرة المناهج قليلة النتائج، يعني من حيث الفعالية. من هنا كان هدف فلاسفة التأويل اشتراح طريق جديد لا يقف ضد الموضوعية، بل يجعلها ممكنة من خلال تأويل جديد للمعرفة العلمية، يفتح فضاءات جديدة خارج دائرة العقلانية الصارمة. ومن هنا يستدعي التفكير في المناهج اليوم لا لاعتماد على تراث من تقاليد ومقولات القرون الماضية نتخذها نقاطا ثابتة نتكئ عليها، ولكن يجب أن نقوم بافتتاح طرق جديدة في التفكير من شأنها أن تنتج مفاهيم جديدة مختلفة تساعد أكثر على الفهم العميق لجميع الظواهر، وبالتالي معالجتها بطريقة موضوعية. وفي الواقع إن هذه التحولات التي قامت على حرية الفكر والنقد عمقت فكرة تعدد المناهج، وهيأت النفوس للثورات الكبرى في أوروبا، وتجلت آثارها في مناحي الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية. يعني ما الفائدة من هذا؟ يعني ربما تكون هذه التحولات التي حدثت تكون يعني مؤشر أو دعم للمجتمعات العربية لإحداث تحولات جذرية داخل المجتمعات العربية، ونحن ننتظر ذلك. بالنسبة لي أولا سؤال الحقيقة والمنهج، نظرة تاريخية يعني خاطفة تبين أن نشوء فكرة الحقيقة والمنهج يعود بنا إلى الحضارات القديمة. تبلور الوعي بالمنهج في هذه الحضارات وكان هاجسا أيضا ملازما للتفكير، واتضحت فعليا إشكالية الحاجة إلى المنهج لدى العلماء القدماء. أذكر على سبيل المثال يعني نماذج تحركت في هذا الإطار وعبرت عنه. نجد حكيم الصين كونفوشيوس كتب منهجي في الحياة، سلك سقراط بعد ذلك في الحضارة اليونانية منهج التهكم والتوليد، انتصر الشكاك للشك المذهبي، نجد الجدل الصاعد والجدل النازل عند أفلاطون، الأورغانون مع أرسطو. أما في الفلسفة الإسلامية فقد انتهج الغزالي مثلا مسلك الشق في طلب الحقيقة، وسلك ابن رشد المنهج البرهاني، وعرف علماء المسلمين المنهج التجريبي مثل جابر بن حيان والحسن بن الهيثم، وعلماء الفلك مثل البكري والبتاني، ومنهج الرواية عند المؤرخين مثل الطبري والمسعودي، والمحدثين مثل البخاري ومسلم، والمنهج البياني والبرهاني عند الأصوليين مثل الإمام الشافعي والإمام الشاطبي إلى غير ذلك. ثم استمرت فكرة المنهج والحقيقة في الفلسفة الغربية، فمع ديكارت نجد كتابه المشهور مقال في الطريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في العلوم، وشكلت أفكار فرانسيس بيكون في كتابه الأورغانون الجديد مرحلة تمهيدية مهمة في تغيير مسار البحث العلمي والانعطاف به نحو البحث التجريبي من خلال تبني سؤال الطبيعة وبحثه منهجيا، ومعارضته الشديدة لنظرية أرسطو ومنطقه الصوري، كما تعززت بطروحات غاليلي الفيزيائية التي طوت صفحة التفكير القديم من أجل استحداث فكر علمي جديد موضوعه الطبيعة ولغته الرياضيات وأساسه الملاحظة والتجربة والقياس. ولافوازي الذي طوى آخر صفحة من صفحات السيمياء القديم، وتعززت فكرة المنهج بقواعد الاستقراء مع جون ستيوارت ميل، وقواعد المنهج مع إيميل دوركايم، لتتشعب بعد ذلك العلوم إلى تخصصات وفق مناهج نوعية أحدثت طفرة كبيرة في المعرفة العلمية يتعذر حتى على المتخصصين ملاحقتها. لقد كان القرن التاسع عشر بحق قرن الانفجار العلمي وانتصار المنهج العلمي واتساع نطاق المعرفة العلمية، وهكذا سادت الروح الوضعية وبسطت سيطرتها على العلوم الإنسانية بعد أن أحكمت هيمنتها على علوم الطبيعة. الأمر الآن مباشرة إلى مصادرة المنهج. يعني هنا أتوقف مع الفيلسوف الألماني جورج هانس غادامير، وهو أحد أساطين فلسفة التأويل المعاصرة، وكان قد ألف كتاب الحقيقة والمنهج، أو على الأصح يعني حقيقة ومنهج، الذي ظهر هذا الكتاب عام 1960، وهو من المؤلفات أو من أعظم ما أنتج في القرن العشرين. يرى غادامير أن المنهج العلمي هو نوع من التفكير الاستراتيجي يقوم على مخططات العقل، وقد ساهم في اغتراب أو في تعميق اغتراب الإنسان المعاصر، إذ بالرغم من أن فكرة المنهج التي تطورت مع العلم الحديث وتبنتها العلوم الإنسانية في محاولة لإخضاع هذا العالم لسيادة الإنسان، فإنها أدخلت الإنسان في اغتراب مضاعف، إذ جعلته حبيس الأرقام
والمعادلات. من هنا كان السؤال حول رفض مصادرة المنهج عفواً لحظة وعي وجودي متحرر من تأثير سلطة المنهج، وشكل من الوعي المتحفز للانفتاح على دروب ممكن لتجاوز أرثوذكسية المنهج واختزال الحقيقة. لقد استثمر غادامير في مقولة أستاذه مارتن هايدغر القائلة بأن الهرمنوطيقة لم تعد مجرد قواعد لتفسير النصوص ولا منهجا للعلوم الروحية، يعني كما لاحظنا في الصباح مع المحاضرة مع محاضرة الأستاذ الفاضل نجزو، يعني ليست منهجا للعلوم وإنما أصبحت طريقة كينونة أو أسلوب حياة، يعني بمعنى أن الفهم ليس قضية إبستيمولوجية وإنما هو قضية أنطولوجية. من هنا يعني حاول غادامير فك الارتباط بين الحقيقة والمنهج، يعني حينما العنوان الكتاب الحقيقة والمنهج فليس معناها الربط وإنما العكس، وهو يعني فك عرى الارتباط بين الحقيقة والمنهج. وكانت ثورته ضد التضييق المنهجي الذي استبعد الذات التاريخية عن لعبة الفهم وسيج التفكير واختزل الحقيقة في بعد واحد هو بعد المعرفة العلمية، لأنه يعتقد أن هناك حقائق قبل المنهج. ومن هنا انتهى إلى فصم عرى الارتباط بين الحقيقة والمنهج ليؤسس لهرمنوطيق الفهم التي تقوم على تجربة الإنسان في هذا العالم، لأن ما يهم هو المعرفة والحقيقة وليس بلوغ الكمال المنهجي. هنا تتجلى مساهمة غادامير في هذا التطور الكبير لمناهج البحث التي كانت ضرورية للانفتاح على طرائق أخرى للتفكير لإنقاذ الإنسان من حالة الاغتراب. نتوقف عند فكرة أساسية عند غادامير، وهي فكرة الأحكام المسبقة. يعني في المنهج التجريبي المعروف يعني كان ينظر إلى الأحكام المسبقة بأنها عوائق في طريق البحث، وأن الباحث يجب أن يلتزم الحياد المطلق وأن يبتعد عن الذاتية قدر المستطاع. لكن غادامير يعيد الاعتبار للأحكام المسبقة في عملية الفهم، بل هي تشكل شرطاً ضرورياً للفهم في العلوم، أو تشكل عفواً يعني شرطاً أساسياً للفهم في العلوم الإنسانية. وبهذا يعيد وبهذا التصور يعيد غادامير الاعتبار كل الاعتبار للأحكام المسبقة، وإن كان يعني هناك يعني خلاف في هذه الأحكام المسبقة، وهو يحاول أن يميز بين الأحكام المسبقة الإيجابية والسلبية إلى آخره، هذا موضوع آخر، ولكن يعيد الاعتبار للأحكام المسبقة بينما في الوقت الذي كان ينظر إليها في فلسفة التاريخ النقدية على أنها عائق إبستيمولوجي خطير يقف أمام المعرفة التاريخية التي كانت تنشد أو تحاول أن تسير نحو العلمنة أو أن تصبح علما. وخلاص القول أن مفهوم الموضوعية عند غادامير يختلف عما نعنيه عندما نكون بصدد التأويل، وحتى تحقيق الموضوعية بالفهم الكلاسيكي ضمن منظور العلوم صار غير ممكن لارتباط الذات بالموضوع، وهذا ما يفسح المجال أمام تسرب الأحكام المسبقة إلى عملية الفهم. ومن هنا يحتل المفسر أو المؤول دوراً مركزياً في عملية التأويل، خاصة إذا ما اتجهنا أو انعطفنا نحو اللغة أو نحو النص أو قراءة النص. فيعني حدث يعني انعطاف كبير حول تحويل المهمة إلى القارئ، قارئ النص هو الذي يستقبل هذا النص وهو الذي يقوم بفهم هذا النص، وكانت هناك دعوة إلى موت المؤلف أو إلى نهاية المؤلف إلى آخره. وبالتالي هذه النظرة الجديدة يعني ضحت بالمؤلف وأعطت الأولوية للمفسر وللقارئ.
مما يضفي انطباعا على أن المعرفة المستخلصة في النهاية تكون أو ستكون انعكاسا واضحا لذاتية المؤول، ومن ثم تكرس شكوكا كبيرة تطعن في صدق وصحة تلك المعرفة. لكن بالنسبة لي قضية الموضوعية، يعني حينما مثلا نقرأ رواية مثلا لفيكتور هيغو مثلا، يعني هذه هي الموضوعية، يعني هذه هي الموضوعية في حد ذاتها، أو هذا أو ما كتب هو الموضوعية، وليس ولا يجب أن تمر الموضوعية عبر المنهج التجريبي بالمفهوم الكلاسيكي. هذا بالنسبة لغادامير في هذه المسألة. أمر الآن إلى وهذا هو المهم يعني في هذه الورقة، إلى بول ريكير وسؤال السرد. مع بول ريكير ندخل يعني في صميم منهج الكتابة التاريخية والسرد التاريخي وفلسفة التأويل. فبعد أزمة المنهج يأتي ريكير ليضعنا في صلب مراجعة الدرس المنهجي للتاريخ عندما يتناول السرد كمشكلة فلسفية في زمن ما بعد الحداثة. وهنا يظهر أن بول ريكير يسير عكس التيار، يعني يحاول أن يعيد الاعتبار لما يسمى بالسردية في بوصفه بنية أساسية في تجربة الزمن. فإن كان كانت يمثل مرحلة التفكير بالوجود في الفلسفة الغربية، وهايدغر يمثل مرحلة التفكير بالوجود والزمان معا، فإن ريكير يمثل مرحلة التفكير بثلوث الوجود والزمان والسرد. إن التقاطع بين السرد والتاريخ يضعنا في مواجهة أسئلة جوهرية وعميقة ومعقدة بخصوص الثورة المنهجية والمفهومية لأدوات الفكر الغربي التي استهدفت العلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل عام، بعدما تبين أن المنهجية العلمية ضيقت من الحدث التاريخي بسبب محاكاة النموذج العلمي، وهو ما يجعلنا نتساءل هل تمثل العودة إلى السرد مؤشراً على انهيار التصور العلمي للتاريخ، وهل يمكن أو هل يملك السرد التاريخي كخطاب ذي طبيعة قصصية قدرة على استيعاب أحداث الواقع وتمثيله؟ وإذا كان السرد يرتبط بالعمل الإبداعي في مجال القصة، فكيف يمكن توظيفه في مجال التاريخ؟ بمعنى آخر، كيف نبرر الترابط والتقاطع بين واقعية التاريخ ولا واقعية السرد التخيل؟ سأتوقف حسب الوقت عند نقطتين أساسيتين بالنسبة لبول ريكير. النقطة الأولى هي نقطة الفهم والتفسير، والفهم والتأويل بين علوم الطبيعة والعلوم الاجتماعية، وهذا التمييز فرضته طبيعة الموضوع. يعني علوم الطبيعة تحتاج إلى التفسير، وعلوم الروح هي الفهم. لكن بول ريكير يعني من مميزات هذا الفيلسوف أنه يتجاوز المتناقضات أو يتجاوز التعارضات، ويستطيع يعني بقدرة عجيبة أن يربط بين هذه المتناقضات، فهو يتجاوز إشكالية الفهم والتفسير وإشكالية الذاتية والموضوعية. في كتابه يعني كتاب نظرية التأويل وفائض المعنى، يقول أنه يمكن حل الصراع التقليدي بين التفسير والفهم. وكان هذا الكتاب مكون من 4 مقالات ألقاها بجامعة تكساس سنة 1973 حيزا كبيرا لمناقشة هذه الإشكالية، ويرى أنه يتعين علينا قبول الولوج إلى حقل التأويل لإنهاء التعارض القائم بين مقولتي الفهم والتفسير، أو جدل التفسير والتأويل، والتي كانت الهرمينوطيقة الرومانسية قد باعدت بينهما توخيا للدقة العلمية. ويرى بول ريكير أنه ينبغي على التأويلية تجاوز هذه الثنائية المدمرة الموروثة عن ديلتاي بين الفهم والتفسير، وهي الثنائية القائمة على الاعتقاد في الارتباط التبعي بين أي عمل ذي طابع تفسيري وبين ميثودولوجيا علوم الطبيعة، إذ ديلتاي هو الذي أوهمنا بوجود معرفتين متميزتين، ونعني بذلك التعارض بين تفسير الطبيعة وبين فهم الروح أو التاريخ.
إلا أن هذا التقسيم في نظر ريكر لا يعني الفصل الحاد بينهما، فالفهم يتضمن التفسير والتفسير يتضمن الفهم في علاقة متكاملة. يعني كلما فسرنا أكثر فهمنا أكثر، وكلما فهمنا أكثر نفسر أحسن. ثم ينتقل بعد حل هذا الإشكال إلى إشكالية الذاتية والموضوعية في كتابه الزمن والسرد، وبالضبط في الجزء الأول وفي القسم الثاني من أفول السرد. أثناء حديثي عن كتاب مارو الذي يحمل عنوان معنى التاريخ المطبوع لأول مرة في سنة 1954، يرى أن الصراع بين الذاتية والموضوعية في تدوين وتأويل الأحداث التاريخية قد أصبح مسألة تقليدية في الطرح يجب تجاوزها، لأن الفهم لا يمكن أن يكتمل إلا عندما تمنح للمؤرخ حرية التصرف، ومن هنا يكتسب التاريخ قيمة وجودية، ويكتسب من هذه القيمة الوجودية معناه وغايته. ومن خلال التزاوج بطبيعة الحال بين الذاتية والموضوعية تبرز حقائق التاريخ وتتضح. ولذلك يعني الذاتية يعني حاضرة، فلا يمكن أن يقوم المؤرخ بقمع ذاتيته وتكوينه. يعني المعادلة الشخصية للمؤرخ يعني دائما تكون حاضرة، والتاريخ لا يتم إلا بجهود المؤرخين، يعني رغم الصعوبات. يعني بول ريكار هنا ما يتجاوز يعني المشكلات الخاصة بتقنيات الكتابة التاريخية والبحث عن الوثيقة والنقد الداخلي والنقد التاريخي والفحص وما إلى ذلك إلى هذه الأمور. إذن على حسب الوقت سأمر إلى نتيجة هذه الورقة والخلاصة. أن بول ريكار يؤكد من خلال طرحه للإشكالية المنهجية على تكامل الأبعاد الذاتية والموضوعية في العلوم الإنسانية عموما وفي التاريخ على وجه الخصوص، بالتركيز على البعد التأويلي كظاهرة ملازمة للعلوم الإنسانية باعتبارها علوما تكتسي صبغة هرمنوطيقية. كما استطاع أن يتجاوز هذا الصراع التقليدي كما قلنا بين الفهم والتفسير والذاتية والموضوعية. ولذلك يعني توصلت إلى نتائج من خلال هذه الورقة. النتيجة الأولى أن النزعة العلمية المتطرفة يعني بدأت تتخلى عن أرثوذكسيتها وتمسكها بالموضوعية المطلقة والحتمية الطاغية حتى داخل المنظومة العلمية نفسها. يعني يؤكد هذا كتابات فيرا بانت إلى آخره. النتيجة الثانية أن الأهمية العلمية لمشروع بول ريكار في دراسة التاريخ هو أنه أرجع للتاريخ الوقائعي وظيفته، وذلك بتحويل التاريخ من التجريد إلى إشكالية وجودية، ومن البحث الإبستيمولوجي إلى رحاب السرد ليتجاوز التعارض بينهما. بالنسبة لبول ريكار الحدث التاريخي تكمن أهميته فيما ينتج عنه في النتائج التي تتحقق بعد ذلك. ثم ثم يعني باختصار يعني الحضارة الغربية يعني عرفت بأنها حضارة منهج. وأشكر. شكرا للدكتور نابي على هذه الإضاءات، وأنا متأكد أنها ستكون يعني مثار وموضوع أسئلة كثيرة. حتى لا نتأخر عن الغداء ننتقل الآن إلى الدكتور الحبيب الحباشي، وله أيضا 25 دقيقة ليتحدث في موضوع العلوم الإنسانية إشكالية مناهج ودراسات استراتيجية لتحقيق مقاصد إنسانية. والدكتور الحبيب هو أستاذ الإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة المنار في تونس الخضراء، وحاصل على شهادة دكتوراه في الإبستيمولوجيا من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. أيضا موضوعه كان النظرية النسبية والإبستيمولوجيا، نشرت عام 2013. له مقالات في مجال مقابسات، مقال بعنوان في فهم ظاهرة التقبل السلبي للنظرية النسبية عند بعض العلماء. ونرحب به للحديث عن إشكالية مناهج
والدراسات في العلوم الإنسانية فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. لا يفوتني أن أعبر بادئ ذي بدء في هذا المؤتمر المرموق عن عظيم سروري وعن عظيم سروري بمشاركة زملائي الأفاضل وأساتذتي الأجلاء وضيوفنا الأكارم، متعة التفكير ونشوة المعرفة ونعيم شقاء التعقل في مسألة مفارقة أحسبها معقد أزمتنا نحن العرب المسلمين على وجه الخصوص، وأعني بها مفارقة أزمة العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعد وطأتها على الثقافة العربية أشد من وطأتها على غيرها من الثقافات. ويرجع ذلك في تقديرنا إلى أن تصرفنا الفردي والجماعي لا يفتأ يتأثر بمكتسبات الحضارة الغربية الرمزية والتقنية، سواء أكان ذلك مخططا له من قبل قوى سياسية واقتصادية متعولمة، أم يترجم عن ميل طبيعي بشري لما هو جديد، وهو ما ولد عند البعض منا التباسا في التصور أقعدنا على استئناف الإبداع الثقافي الحضاري، بينما الثقافات الغربية إذ هي حية بما انخرطت فيه من مسار عقلاني علميا حديث طبيعيا كان أو إنسانيا، فإنها لا تفتر في سعيها إلى حل أزماتها. فماذا نحن فاعلون إن لم ندرك أن أعون الأشياء وأصلبها على مداواة أمراضنا وحل مشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية هو سلك درب العلوم الآمنة في مختلف صورها والمساهمة في إبداع نموذج حضاري إنساني جديد نعمر به أراضينا ونبني به مدننا ونجلو خلاله إنسانيتنا. وإلا كان حالنا مصداقا لبيت المتنبي، ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان، فغربة الوجه من أثواب ثقافتنا البالية، وغربة اليد من وسائلنا وصناعتنا الخاوية، وأما غربة اللسان فمن ملكاتنا العاطلة وألسنتنا الراتنة. ومتى أن عمنا النظر في وجوه غربتنا الثلاثة أدركنا أن لا شفاء منها إلا بتأصيل مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية. هذا ما نروم الإلماع إليه في هذه الورقة البحثية المختصرة، وقد قدرنا لها العنوان التالي: العلوم الإنسانية إشكالية مناهج ودراسات استراتيجية لتحقيق مقاصد إنسانية. وقبل أن أمضي إلى بسط هذه الإشكالية، أود أن أنوه بتقويم اللجنة التي خصت به بحثنا، حيث زادنا تقويمها عزماً على عزم على تهذيبه وتدقيقه وفق ما يسمح به المجال والوقت، ونحن نزيد على شكرنا لها على ما تفضلت به من دقيق الملاحظات وعميق الإشارات، شكراً آخر على ورود نقطتين جدليتين في تقويمها سأجعلهما مداراً لمداخلتي إغناءً للبحث واستيضاحاً للرؤية. وبذلك أصيب هدفين: تلخيص البحث الذي ناهز 32 صفحة، وأعرضه على مسامعكم وطلباً للاستفادة. النقطة الأولى التي
أجادل فيها اللجنة الكريمة خصصنا لها السؤال الاستفسارية التالي، وهو: هل تعد إشكالية العلاقة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وإشكالية الذات والموضوع وعلاقة العلم بالقيم مسائل مكرورة ومتداولة؟ الجواب: تكون هذه المسائل مكرورة ومتداولة متى طرحت في إطار الأنموذج الكلاسيكي الذي يفصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وبين الذات والموضوع وبين العلم والقيم، وهذا ما يروم البحث تجاوزه، وذلك من وجوه. الوجه الأول في مستوى الإشكال، إن ما تطرحه العلوم الإنسانية اليوم ليس هو السؤال الكلاسيكي التالي: هل يستوجب تأسيس هذه العلوم نسخ منهج العلوم الفيزيائية أم يخرج عن نطاقه إلى منهج جديد يلائم ظواهرها الاجتماعية والإنسانية؟ ومن ثم يعد طرح إشكالية مناهج العلوم الإنسانية اليوم في ضوء أنموذجين متعارضين ميكانيكي وروحاني أمراً مكروراً لا ينبئ بروح عقلانية علمية، بل يسقط الفكرة في نزعات اختزالية طرفاها مادية أو روحانية. فلا عجب أن يكون المحصل المعرفي أشبه بصراع مذهبي بين الفلسفة والعلم واللاهوت، مثلما بحثنا ذلك في التعارض القائم بين بيركسون ديلتاي من جهة ودوركايم والسلوكية من جهة أخرى. والآن وقد نضجت العلوم الإنسانية والاجتماعية وتفرعت إلى اختصاصات متعددة، يضيق المجال ها هنا لحصرها، فالدراسات التي تعنى بالسلوك البشري في مختلف أبعاده البيولوجي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي والأنثروبولوجي ومركباتها الثنائية، علم النفس التكويني وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس العلاجي وعلم النفس المعرفي والأنثروبولوجيا الاجتماعي والثقافية والعلوم المعرفية وتفرعاتها المجهرية الماكروسوسيولوجية والميكروسوسيولوجية والميزيوسوسيولوجية وغير ذلك من الاختصاصات، كلها قد مضت قدما في التوالد والتشعب والتداخل وصارت تشهد نموا معرفيا شجري البناء والشكل منقطع النظير. إلى ماذا يرد هذا التشعب المعرفي الذي لا ينقطع؟ الجواب: يرد هذا التشعب المعرفي إلى أن موضوع العلوم الإنسانية والاجتماعية هو من طبيعة مركبة غاية التركيب، وأن مقاربته الإبستيمولوجية ينبغي لها أن تكون متعددة الأبعاد حتى تكون قادرة على معالجته. وتظهر طبيعة هذا الموضوع مركبة، سأذكر صفات ثلاث على الأقل. الصفة الأولى: السلوك البشري أيا كان نفسيا أو اجتماعيا هو سلوك ظاهر مرئي وعمق خفي. إن ما يظهر من السلوك البشري وحالته المرضية وأزماته الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك مما يصلح أن يكون موضوع دراسة علمية بطريقة ما هو موضوع مركب بين ظاهر نشاهده ونحاول أن نتوسل بما أتينا من أدوات تقنية لكي نبحث فيه ونصغي إليه فننفذ قدر الإمكان إلى عمقه، وهنا يكمن التحدي العلمي الأساسي، أي تحدي يكمن في سد الثغرات وتحقيق الوصلات بين السلوك الظاهر وعمقه الخفي. الصفة الثانية: السلوك البشري أيا كان مجاله هو سلوك كيف صائر أو كيفيات صائرة. إن السلوك البشري هو من طبيعة كيفية صائرة، حيث تكون الحالات اللاحقة غير الحالات السابقة، وإن أوهمتنا هذه الأخيرة بأنها ثابتة في ظاهرها تماما كالظل نحسبه ساكنا وهو يتحرك، فكيف نخضعها إلى تكميم ثابت ونهائي؟ الصفة الثالثة وهي صفة مفارقة: الشخصي والكوني. كل سلوك بشري هو شخصي وكوني في آن، كل حالة فردية هي حالة شخصية
ذات انتماء ثقافي مخصوص، ولكنها تحمل صفات مشتركة سواء أنظرنا إليها من داخل ثقافتها أم وسعنا الإطار إطار إنساني. أما المقاربة الإبسيمولوجية التي ينبغي أن تعالج هذا الموضوع المركب بصفاته الثلاثة التي ذكرناها، فهي مقاربة متعددة الأبعاد. والدليل على ذلك أن ما من قارئ اليوم يستطيع أن يؤلف مما قرأ منها ما يشاء من التصورات، ثم ينقضها بغيرها من القراءات الأخرى. من ذلك المقاربات الوضعية والمادية والاختزالية والمثالية والروحانية والمثالية النقدية والبنيوية والفينولوجية والنقدية البيولوجية الطبيعية وغيرها من المقاربات. فأي مقاربة إبسيمولوجية نتوسل بها اليوم لوضع شروط إمكان العلوم الإنسانية والاجتماعية؟ إذن المشكل ذو وجهين: مشكل علمي تحقيق الوصلات التي تجمع بين الظاهر المرئي والعمق الخفي، بين الحالات السابقة والحالات اللاحقة، بين الشخص المحلي الخصوصي والإنساني الكوني، ومشكل إبسيمولوجي يتمثل في إنشاء إبسيمولوجيا متعددة الأبعاد من أجل وحدة الاختصاصات العلمية. وهذا ما نطمح إليه في ورقتنا البحثية كما هو وارد في عنوانها. فنحن إذن لا نكرر في هذه الورقة البحثية إشكالية كلاسيكية، بل نحاول أن نطرحها في إطار أنموذج موجه جديد، هو أنموذج الفيزياء الكمية أو الفيزياء الكمومية. ماذا يفترض هذا الأنموذج الجديد؟ ماذا يفترض هذا الأنموذج الجديد؟ وبماذا يزودنا معرفياً حتى يكون تأصيل علوم الإنسان أمراً ممكناً؟ وما هي ثمرته الإبسيمولوجية؟ السؤال الأول: يفترض هذا الأنموذج الفكري الجديد الكمومي وضع فرضيات ثلاث جديدة تخلصنا من الجدل المذهبي المادي والروحي، وتمكننا من تطويق المنطق الأحادي الاختزالي، أو تمكننا أيضا من تجاوز المنطق ثنائي القيمة نحو إنشاء منطق جديد ثلاثي القيمة. الفرضية الأولى: الإنسان كائن ينتمي إلى هذا العالم انتماء ماديا جسديا، ليس ملاكا، هو ماثل أمامنا. إذن هذه فرضية أنتولوجية تدعمها فرضية إبسيمولوجية: كل ما ينتمي إلى العالم المادي يقبل العلم آجلا أو عاجلا، وإن بدا موضوعه مركبا غاية التركيب. فرضية إيتيقية: كل تعقل علمي أيا كان طبيعيا أو إنسانيا، إذ هو تعقل متزمن أي يتجه إلى الأمام كسهم الزمني ولا يتصف بالعكوسية، فإنه يجري إلى غاية أو مقصد ما، ويجب أن يكون هذا المقصد من طبيعة قيمية أي يحتاج إلى حكم أخلاقي، أن جوجمون دو فالور. فننظر فيه هل أن هذا التعقل العلمي زادنا إنسانية أم جردنا من الإنسانية. وقد أصاب بريغوجين في قوله: لم يعد مقبولا الفصل القبلي بين القيم العلمية والقيم الأخلاقية. كان هذا ممكنا عندما كان العالم الخارجي وعالمنا الداخلي يبدوان وكأنهما في صراع يكاد يكون تقريبا متعامدا، واليوم إننا نعلم أن الزمن هو بناء، ولذا فهو يحمل مسؤولية أخلاقية. بماذا يزودنا الأنموذج الكمومي؟ يزودنا بضرورة رد شروط إمكان تأصيل علوم إنسانية إلى ضربين: الشروط النظرية تجاوز منطق الثالث المرفوع إلى منطق الثالث المتضمن،
والأول ثنائي القيمة إما صادق وإما كاذب، بينما الثاني فهو ثلاثي القيمة. صاغه ستيفان لوباسكو لما أدرك بحسد حدسه الثاقب أن فكرة التمامية التي استندت إليه الثورة الفيزيائية الكمومية لها من النتائج المنطقية الجديدة ما تساعدنا على فهم الواقع المدروس. وأهم هذه النتائج هو مبدأ الثالث المتضمن لتير انكلو، الذي يفيد وجود عامل ثالث ديناميكي مضاد يصاحب مبدأي التجانس ولا تجانس، لكي يترجماهما إلى حالة توازن دقيقة، فينتفي عندئذ التناقض المطلق بينهما. فلا علوم إذن إنسانية إلا بتثوير الجهاز الرياضي المنطقي، ذاك هو الشرط النظري الأول. ولكن هذا الشرط النظري الأول لا يكفي، فنحن نحتاج إلى شرط أداتي أو أدواتي نسميه الشروط التقنية القياسية، لأن هذه الشروط هي التي ستمكننا من التعامل مع الموضوع الإنساني وكذلك الطبيعي، فنحاول أن نقيسه، نحاول أن ننفذ إلى عمقه، يبدي لنا سطحا ولكنه يخفي في قرارة نفسه شيئا آخر، ويريد أن ننفذ إليه بأدواتنا القياسية، وإلا كان نظرنا إليه ضربا من التخيلات. الشروط النظرية لا تكفي إذن، فلابد من شروط تقنية قياسية، ودليلنا على ذلك مقراب جاليلي. فمقراب جاليلي وحد السماء والأرض، وكذلك الأمر آلات الرنين المغناطيسي ومختلف أنواع مسوحات الدماغ في علم الأعصاب، فالأول وحد السماء والثاني قطع شوطا كبيرا في النفاذ إلى تركيبة الدماغ البشري. فما من حيلة للنفاذ إلى أي موضوع إلا إذا ما هيأني لأنفسنا الوسائل التقنية اللازمة لذلك، ولكن هذه الوسائل التقنية تشترط نظريا تقدم الرياضيات والمنطق. وبذلك نستطيع، والأمثلة كثيرة، نستطيع إذن أن نخطو خطوة أولى في تشخيص الحالة، ثم نرتقي قليلا في نحت المفهوم، قد يكون مفهوما إجرائيا، ثم نضع لذلك نماذج مثل ما الأمر عند ماكس فيبر، ثم نخلص من ذلك إلى تخيل نظام إحداثي، أن سيستيم دو كوردوني، فننظر إلى الشخصية مثلا من خارج ومن ناحية الاتجاه الانبساطي، ننظر من خارج أو ننظر من الداخل كارل يونغ مثلا، أو نتوسل بمقاربات توجيهية كالمقاربة التطورية عند بياجيه وغير ذلك. إذن لابد من الجمع بين هذين الشرطين. الوجه الثالث، العلوم الإنسانية، وها هنا أصل إلى هذه النقطة وهي أساسية. العلوم الإنسانية أصبحت الآن تطرح، لا تطرح منهجا واحدا، وإنما تطرح مناهج، إشكالية مناهج كما هو باد في عنوان الورقة البحثية. فنجني بذلك ثمارا، الثمار التي نجنيها من هذا الأنموذج الجديد، أنموذج الفيزياء الكمومية، هي التالية: ثمار نظرية، إذن تتعدد الاختصاصات العلمية وتتعالق بل تتجاوز مجالاتها الخاصة لكي تطرح أسئلة قد تكون من طبيعة أنطولوجية، قد تكون من طبيعة روحية. لا، ولكن الشرط الأساسي هو الأساس العلمي، يجب علينا أن نحدث اختصاصا علميا أولا، وأن تتعدد هذه الاختصاصات، وأن يستفيد بعضها من بعض، وأن تطرح بذلك أسئلة قد تتجاوز الاختصاص بعينه. إذن ها هنا نحتاج إلى مقاربة متعددة الأبعاد توحد بين جميع الاختصاصات، مستفيدة من الشرطين اللذين ذكرناهما سابقا. وبذلك مفهوم الواقع يتغير أصلا، الواقع يصبح كما تحدث عن ذلك هايزنبرغ في مخطوطه 42، مفهوم الواقع يتغير، وقد عده واقع ذو وجوه ثلاث. أولا
الأشياء ماثلة أمامنا وهي مستقلة عنا. ثانياً ما ننشئه من معارف ونحن في علاقة بهذه الأشياء. وثانياً عفواً. وثالثاً هذه الذات التي تنشئ معرفة لها نشيتم محمولات ذاتية، فلديها تصورات دينية وتصورات إلهامية وتصورات اعتقادية إلى غير ذلك. في هذا المستوى بالضبط يتغير مفهوم الذاتية. الذاتية في النموذج الكلاسيكي هناك فصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية بتعلة أن الذات لها ما لها من أمورها الذاتية قد تفسد التجربة العلمية، ولكن حينما تقدمت الفيزياء الكمومية نحن نطرح هذه القضية كأن العلوم الإنسانية تستفيد من الفيزياء الكمومية، وقد بينت في البحث أن الفيزياء الكمومية قد استفادت من العلوم الإنسانية من علم النفس. إذن مفهوم الذاتية قد تغير. كيف أنه تغير؟ الذات العالمة إذ تحدد بجهازها الرياضي وأدواتها الراصدة ما تراه، إذ تحدد ما تراه فإنها لا تزعم أن ما تراه هو ماهية الواقع، بل نتاج تفاعل حاصل بينهما يتنزل في منطقة وسطى ما بين الذات وما بين الموضوع المدروس. ولعل هذه المنطقة الوسطى تذكرنا بالثالث المتضمن الذي نريد أن ننفذ إليه، وهو يفر من أمامنا ونحن نتقدم إليه باستمرار. إذن فالعلوم الإنسانية لها منافع ولها ثمار، هناك ثمرة بيداغوجية تربوية، ثمرة علمية، ثمرة علاجية، ثمرة بيداغوجية. أسرع حتى يستغرق الزمن هذه المداخلة، رغم أنني قد لخصتها 30 صفحة صارت 11 صفحة. هكذا دائما الحال. إذن هناك ثمرة بيداغوجية تربوية مفادها أن الثالث المتضمن في مقاربتنا الإبستيمولوجية التي ذكرتها الآن يساعدنا أولا نظريا على سد الثغرات وتحقيق الوصلات قدر الإمكان بين سطح السلوك المرئي وعمقه الخفي، هذا على مستوى النظر، بل يكشف لنا عن ميزة جوهرية من طبيعة أنطولوجية، لأن ما بين الظاهر والعمق الخفي هناك حركية دائمة ونحن نريد أن نكتسحها بأدواتنا القياسية وبتنظيراتنا الرياضية. فهذا الثالث المتضمن يشبه وجهاً بينين، انترفاس، وجها بينين بين العالم والثالث الخفي الذي يطابق الواقع المذكور في دلالته أن الذات لها محمولات ذاتية. إذن فبالتالي تصبح الإبستيمولوجيا متعددة الأبعاد، تخرج من الصراع من المنهج الواحد إلى تعدد المناهج إلى تعاضد جميع الاختصاصات العلمية لكي تضع انشيتم دراسة استراتيجية. ما هي هذه الدراسة الاستراتيجية؟ هي نحن نعلم أن الدراسة الاستراتيجية أو مفهوم الاستراتيجية هو له دلالة حربية، فن تنظيم المعركة الحربية والتخطيط لها وقيادتها بتحديد مواطن الضعف وتحقيق الغلبة عليه، بينما انطباقه على العلوم الإنسانية يحافظ على صورته دون مقصده، أي يحافظ على صورته القائمة على الجمع بين ثالوث من المكونات، الموقع الاستشرافي والوسائل الإجرائية الممكنة والغاية المنشودة، ولكن من غير أن يكون مقصده تحديد موطن ضعف الموضوع المدروس الذي هو الإنسان لأجل السيطرة عليه واستغلاله. لأن غاية العلوم الإنسانية تتمثل في مهمة علاجية، يعني هناك أمراض نفسية واجتماعية واقتصادية فلا نحلها إلا بالعلم، ولا شيء آخر، وإلا كان كلامنا
لغوا أشبه باللغو الزائف. إذن مهمة علاجية، ولكن الذات المريضة إذ هي مريضة نعالجها، ولكن علينا أن نستبق الحالة المرضية فنضع لها دراسة استراتيجية توجهها حتى تستعيد قدرتها الذاتية على الإبداع، ومن ثم ننظر إلى الإنسان لا من جهة كونه موضوع دراسة، وإنما من جهة كونه إنسان العلو والتسامي، لام ترانسوندان. بقيت نقطة أخيرة وأنهي هذا العمل، ومشكور سلفا. إذن النقطة الثانية وهو سؤال، وهو في دائما أذكر أنا أناقش اللجنة التي قومت هذا العمل بكل محبة وصدق، وصغت النقطة الثانية في هذا السؤال: هل يعد ما طرحنا من إشكالية مناجم العلوم الإنسانية والاجتماعية في ضوء الأنموذج الكمومي اغترابا عن بيئتنا العربي؟ الجواب: لا أحسب الأمر كذلك، لا أحسب الأمر كذلك، بل على العكس. الدليل أولا مقاربة إبستيمولوجي، ولا أدعي علما، والمقاربة الإبستيمولوجي كما هو معلوم نظر في المنجزات العلمية، تبحث في شروط إمكانه، وكلما تغير العلم تغيرت المقاربة الإبستيمولوجية. فلو ننظر في النظرية النسبية الأينشتاينية لا نستطيع أن نردها إلى الكانتية، الكانتية محسوبة على النيوتونية، وهذا ما بيّنه كاسيرير. إذن مقاربة إبستيمولوجية، إذن اكتفيت بالنظر بتحديد موطن الإشكال. الدليل الثاني مقاربتنا الإبستيمولوجية لا تنتمي إلى فلسفة الأنوار، لا تنتمي إلى فلسفة الأنوار، وكيف تنتمي إليها وهي تتوسل بالأنموذج الفكري الموجه الكمومي، وتمتح تصدر من مصادر ومراجع يعود جلها إلى النصف الثاني من القرن العشرين. الدليل الثالث وهو وأنهي معذرة وهو الأعمق عندنا، الدليل وهو الأعمق عندنا ومفاده أن الحديث عن العلوم الإنسانية أيا كانت طبيعية أو إنساني حديثاً إبستيمولوجياً لا تجد إليه الفروق اللاعلمية سبيلاً البتة. فالشروط الإبستيمولوجية لقيام العلوم الاجتماعية وأدواتها الإجرائية تظل إرثاً علمياً إنسانياً مشتركاً بين الأمم، وإن تنوعت موضوعاتها الثقافية وتباينت حالتها المرضية، ومن ثم حينما ننتقل بالعلوم الإنسانية من الشرق إلى الغرب فنحن ننجز نفس الآليات، لابد من مفهمة، لابد من تحقيق تناسبات مفهومية، لابد من الإجراء، لابد من تجاوز الصراع القائم بين التفسير والتأويل. ما من تفسير إلا ويقتحمه التأويل، والعكس كذلك. فلم نعد نحن نؤول حتى في الرياضيات وحتى في الفيزياء فحسبكم بالعلوم الإنسانية. أوكي دكتور، فلنكتفي يعني مع... شكرا سيد الرئيس. الله يسلمك. أوكي. شكرا للمتحدثين الكريمين، وهما أتوقع أن يكون بينهما يعني حوار طويل بعد يعني هذه المداخلات التي قام بتقديمها. عندنا يعني ما يقرب من ثلث ساعة قبل الذهاب إلى الغداء، متأكد أسئلة كثيرة، لكن يعني اسمحوا لي أن أستغل منصبي في إلقاء سؤالين دقيقين وسريعين. بالنسبة للدكتور نابي أريد أن أسأله، أنت قلت في لحظة ما أن حسب نظرية ريكور أن كل فهم تفسير وكل تفسير فهم، هذا أريد أن أقول لك هل وضحت ذلك قليلا، لأنك أنت يعني كمن يقول مثلا أنه كل طاولة فهي قطعة أثاث وكل قطعة أثاث فهي طاولة، لا يجب أن يكون هناك من أوسع. بالنسبة للدكتور الحبيب أريدك أن تتوقف عند قصة الثالث المرفوع، هذه ليست مسألة بسيطة بالمرة في علم المنطق الصوري الحديث. يعني تقصد تقول مثلا لو قلت لك كلام من هذا النوع، إما أن واحد أكبر من صفر أو أنه ليس واحد أكبر من صفر، في هناك شيء ثالث مرفوع بينهما، يعني إما أن واحد أكبر من صفر أو أنه في المرئي في السطحي.
كيف؟ هذا في المرئي في السطحي، ولكن أوكي. حينما تنفذ إلى العمق، العمق واحد عمق واحد عمق صفر، حينما تنتقل من السطح إلى العمق تجد تركيبا لا متناهيا. أوكي، بس أرجو أن لا يقول طفل الأطفال أمام مدرس الرياضيات هناك واحد أكبر من صفر أو صفر أكبر ويتردد بينهما، هذا لن يمشي في درس الرياضيات بتاتا. والآن أفتح لكم المجال. أسئلة كثيرة. نعم هناك، ثم الأستاذ بجوارك. نعم تفضل. الحبيب الحبش العلوم الإنسانية والنظرية الرياضية والتنظيرات كما قلتم الرياضية، هل بإمكانكم مررتم بسرعة نقطة هامة لكن مررتم بسرعة، هل بإمكانكم أن تشرحوا هذه النقطة؟ والسؤال الثاني لو سمحتم، ما هو دور تحليل البيانات والتقنيات الجديدة في مجال الإعلامية؟ ما هي الانعكاسات البيانات الضخمة والتحليل والتقنيات الإعلامية في 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 العلاقة بين العلوم الإنسانية والتنظيرات الرياضية؟ هذه نقطة لم تتطرقوا إليها، أود أن أعرف وجهة. تعيد السؤال تكرر. الثاني أو الأول؟ الثاني. في خضم لم أفهم بالضبط. في خضم تطور مقصود. في خضم تطور تحليل البيانات الضخمة والتقنيات الإعلامية، هل بإمكانكم أن تتطرقوا إلى العلاقة بين العلوم الإنسانية والتنظيرات الرياضية في خضم هذا التطور؟ يعني تطبيق الإعلامية على الإنسان، العلوم الإنسان. شكرا سيد الرئيس. محمد الوحيدي من جامعة ملي إسماعيل المغرب. لدي بعض الملاحظات للمداخلة لأخذ الأستاذ الحبيب الحباشي، وأبدأ من إشارة في الخاتمة عندما قال إن النموذج الذي قدم له تصورا ودافع عنه لا علاقة له بمشروع فكر الأنوار. روحة فكر الأنوار معروفة هي أن العلم يمكن أن يفهم به أي شيء. فهذه الروحة أو النموذج تطبيق الفيزياء الكمية على الظواهر الاجتماعية والنفسية، ما الذي يختلف فيه مثلا عن ما قاله أوغست كونت عندما سمى السوسيولوجيا في البداية لا فيزيك سوسيال أو الفيزياء الاجتماعي، قبل أن يعدل ذلك عن ذلك إلى مصطلح علم الاجتماع والسوسيولوجيا. فإذا لذلك ننتقل إلى مسألة جدة هذا النموذج جديدا، مع أنه مع كيف يمكن أن نميز بينه مثلا بين النموذج الوضعي عموما سواء في صيغته الكلاسيكية أو صيغته الوضعية الجديدة التي تدافع عن روحات معروفة منها وحدة العلم التي جسدها نيورات أن العلوم كلها واحدة. فإذا أريد أن أفهم هذه المسألة ديال مظاهر الجدة، ثم المسألة الأخيرة حول مفهوم بناء الواقع. صحيح في الفيزياء ما بعد نيوتن هناك أن الواقع ليس معطى جاهزا، لكن بناء الواقع أو عدم كونه معطى جاهزا في العلوم الطبيعية يختلف عن بناء الواقع في العلوم الإنسانية. الواقع الاجتماعي والإنساني هو أيضا واقع ثقافي، هناك دور المشاركين في الوقائع والظواهر الاجتماعية، وهذا الذي دافع عنه النموذج والفراديم التأويل. وشكرا. شكرا لزميلي المتدخلين. بالنسبة للمداخلة الأولى، في الحقيقة أنا أرى على أن غادامير
استاذه هايدغر وبروليكور، يعني احدثوا حقيقه هزه في دراسه المنهجيه وهزه بالمفهوم الايجابي، لان فيما قبل كانت المدرسه الوطنيه تضع معايير وانساق، والمؤرخ يسير في نسيج يخرج بنتيجه معروفه مسبقا. فهذا يعني يعتبرني حريه منهجيه جيده وتحدثت عنها، ولكن ربما ما غاب عنك في البحث هو ان هاد التاويليين يعني لم يتركوا يعني هذه الحريه على عوانيها، بل وضعوا يعني مجموعه من المعايير والانضباطات المنهجيه. مثلا يتحدثون عن مثلا التفهم ومعايشة النص صاحب النص، يتحدثون عن التعقل، يتحدثون عن الانضباط العقلي حتى في الأحكام المسبقة التي تحدث عنها، يتحدثون عن مجموعة من الانضباطات. فيعني حبذا لو أنك يعني تحدثت لنا عن هذه المعايير التي حددوها حتى لا يبقى التأويل يعني عبارة عن فوضى. ثم قريت نقطة أخرى أيضا أريد أن أناقشها معك، وهي قريت موت المؤلف. فيعني غادامير لم يقل بموت المؤلف حتى ريكور، وإنما قال بإقامة حوار ما بين المؤلف أي صاحب النص وما بين القارئ، وبالتالي هذا الحوار يؤدي إلى نتيجة إيجابية، إلى تخصيص يعني أرضية البحث، وهذا بطبيعة الحال يزيد من قوة المنهج. ولا يعني هذه الحرية لا نفهمها على أنها فوضى، وإنما يعني تخصيص للمنهج. شكرا. الدكتور عبد الكريم. شكرا جزيلا عبد الكريم بروتي من شكرا لكما يتسع كما فيزياء أم علم يضيق، والله أعلم. شكرا. سؤال خامس ونترك المجال للمتداخلين تقديم، نأخذ جولة أخرى إذا أمكن. تفضل. شكرا. الشكر الموصول للمتداخلين على هذين المحاضرتين القيمتين. ولدي ملاحظة موجهة إلى الدكتور نابي وملاحظة موجهة إلى الدكتور حبيب الحباش. الملاحظة الأولى تخص في الحقيقة الترجمة. لست متأكد كثيرا من أن الاستوار إيفينمونسييل تترجم بالتاريخ الوقائعي. لماذا؟ لأن ريكور عندما يفكر في إبستيمولوجيا التاريخ فهو يرث كل الخصومات القارية والأنجلوساكسونية المتعلقة بالتمييز بين الواقعة والحدث. سوف لن أتحدث عن التقليد القاري لأني لا أملك نصيته، لكن أنتم تعرفون أن ريكور درس في الولايات المتحدة الأمريكية وفي التقليد الأنجلو في التقليد الأنجلو أمريكي يميزون منذ حتى العشرينات من القرن المنقضي وفيما بعد في فلسفة الفعل في الستينات والسبعينات يميزون بين الواقعة fact و
الحدث إيفنت. أذكر فقط كتاب لديفيدسون عنوانه Essays on Actions and Events، وترون العلاقة بين فلسفة الفعل والواقع. الملاحظة الثانية موجهة لزميلي الحبيب، فقط يعني أدعوه إلى يعني حتى تصبح لهذه المداخلة ربما تصبح أكثر صرامة، هي صارمة وتصبح أكثر صرامة، أن يشتغل على مفهوم هذا الثالث المتضمن وقاعدة اللا تمام عند جودال. شكرا. شكرا لك. فليتفضل الأساتذة الكرام بالإجابة على ما يمكن الإجابة عليه في الوقت المتبقي وهو قصير. تفضل. أشكر المتدخلين على هذه الملاحظات وعلى هذه الأسئلة. أبدأ أولا بسؤال السيد رئيس الجلسة فيما يخص فهم الفهم والتفسير. يعني الفرق بينهما لا يعدو أن يكون فرقا في المسلك والطريق الذي نصل به إلى درجة الوضوح في مجال العلوم، علوم الطبيعة أو العلوم الإنسانية على حد سواء. فإذا كان التفسير أو غاية التفسير هي عقلنة الطبيعة وفهم، فهذا يساعدنا على الفهم ويوسع دائرة الفهم ويجعله متاحا ويجعله ممكن. بالنسبة للإضافة التي أضافها الفلاسفة الألمان والفيلسوف الفرنسي ريكار، يعني عفوا هايدوغر وبعد ذلك ريكار، بالنسبة للتأويل يعني لم يتركوه يعني تأويل مفتوحا كما هو الحال مثلا بالنسبة للتفكيكية أو فلسفة التفكيك. صحيح يعني وضعوا شروط ووضعوا يعني قواعد لهذا التأويل حتى لا يكون تأويل لا محدود. وتكلمت الأستاذ الفاضل القادري بوتشيش عن غادامير الذي وضع شروط للحوار ومسؤولية الحوار إلى آخره حتى يكون الحوار منتجا ويكون فعالا ويكون مسؤول أيضا. بالنسبة لقضية موت المؤلف ذكرتها مباشرة، يعني أنا لم أقول أن يعني غادامير هو من قال هذا، وإنما من قال هذا هو رونن بارت هو اللي تكلم على قضية موت المؤلف، يعني حتى يعطي فرصة يعني ينقلون النص من المؤلف إلى القارئ لإعطاء فسحة للقارئ ليستقبل هذا النص، لأن الفكرة الأساسية عندهم هو أن كتابة النص هي لحظة ميلاد النص، ولكن قراءة النص أو القراءة هي مسلك النص نحو الوجود، ولذلك أعطوا حرية وهامش كبير للقارئ في تأويل. حتى قالوا يعني أن القارئ يستطيع أن يفهم النص أكثر مما فهمه صاحبه، أو أنه ينضج النص، أو أنه يمكن أن يضيف أفكارا تحرك حتى المؤلف في قبره. يعني هذه يعني توسع في هذا المجال. فيعني التأويل يعني في هذا عند هؤلاء الفلاسفة يعني تأويل وبشروط وبمواصفات. بالنسبة هل العلم يتوسع وهل العلوم تتوسع باستمرار؟ يعني أنا أعتقد يعني والله أعلم حسب بعض الباحثين الإبستيمولوجيين يعني يقولوا أن العلم يتوسع باستمرار، يعني يزيد من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. بالنسبة لمستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي وفي المجتمع العربي، يعني العلم يعني لا يكون علما إلا إذا كان له موضوع وكان له منهج يعني يتأسس. يعني حينما نعود مثلا إلى كتابات
ميشيل فوكو يعني في كتابه الكلمات والأشياء، يعني حينما يصرح أن العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية قد تأخرت في أوروبا، يفسر ذلك بأن موضوعها لم يكن موجود، بمعنى أن الإنسان كان مهمش ولم يكن كان مقصي، وبالتالي تأخرت هذه العلوم بالمقارنة مع العلوم السابقة. دونك حنا إذا كان في العالم العربي يعني كاين هذا الموضوع، موضوع اللي هو الإنسان، يعني يمكن أن تكون هذه العلوم. إذا كان الإنسان هذا مهمش ومقهور، فأعتقد أنه لا يمكن أن يقوم علم دون وجود موضوع لهذا العلم. بالنسبة للحدث يعني أو التاريخ الواقعي أو الإستوار إيفان وموسيال بالنسبة لبولريكار، هو كما ذكرت سابقا يعيد للتاريخ الواقعي وظيفته، بحيث يرى أن قيمة الحدث التاريخي تكمن فيما يحدثه بعد ذلك. يعني هنا سمحكم يعني مثال بسيط، يعني لو نتذكر يعني بداية الثورة التونسية، عندما يعني صفعت شرطية ذلك البوعزيزي، وكان لهذا الحدث وقع كبير، يعني ما تم بعد هذا الحدث يعني شيء، يعني كان بداية لثورات في الوقت الذي يمكن لهذا الحدث أن يتكرر في مجالات أخرى، يعني الناس تصفع في جهات مختلفة ولكن ليس له أثر. فالأثر يعني، وإحنا يعني كنا نروح أوسع يعني في هذا المجال، يعني نشوف مثلا الأنبياء مثلا يعني ماذا حدث بعدهم، يعني ليس حدث مثلا مجيء النبي أو الرسول إلى آخره، وإنما ما يترتب عن ذلك في المستقبل. شكرا لك دكتور. شكرا سيد الرئيس، أشكر الزملاء المتدخلين على ما طرحوا من أسئلة، سأحاول أن أجيب عنها كافة قدر الإمكان. ولكي يتحقق هذا الأمر أذكر بأمرين. الأمر الأول هو مداخلتي تتنزل في سياق إبستيمولوجي، يعني ننظر في المنجزات العلمية، وحينما ننطلق من البعد الإبستيمولوجي نتبين وننظر في تاريخ العلوم، نتبين أن ما من ثورة علمية إلا ويتبعها تحول دلالي في الإبستيمولوجي. حدثت ثورة علمية حديثة فتأسست مقاربات إبستيمولوجية، ذهبت في التفسير وتأويل العلم وتفسيره أنحاء شتى، صراع بين الوضعية والمثالية، وهناك من ينقد العلم، بيركسون ربما نقدها وأساء فهم النسبية الخاصة، هناك تصور وضعي شديد ويحاول أن يستميت في الدفاع عنه، ومرد هذا كله إلى أزمة الفلسفة من جهة ونجاح العلم من جهة أخرى. والسؤال لماذا نجح العلم حيث فشلت الفلسفة؟ إنقاذ الفلسفة تأسس مع المهام الكانتية حينما جعل من الإبستيمولوجيا من نظرية المعرفة تبحث في شروط إمكان العلم. هذا ينشأ في ضوء ثورة علمية قائمة، ولكن حينما يتغير العلم علينا أن نتبع هذا التحول. لذلك لا نستطيع، وقد تم فعلا، تمت الثورة الفيزياء الكمومية، ترتب على ذلك إنشاء مقاربات إبستيمولوجية جديدة. هذه المقاربات الإبستيمولوجية الجديدة وقد عالجتها، لكي نفهمها علينا أن نذكر بالأمر الثاني حتى نتخلص من الجدل الروحي والمادي. جماعة روحانيين الإنسان فوق الاختزال، وجماعة الماديين الإنسان نختزله نرده إلى المادة. إذن هناك منطق ثنائي
يقوم على أو يوجه هذا الصراع. لكن حينما تقدم العلم الفيزياء الكمية تقوم أساساً على ماذا؟ على تجاوز هذا الثنائي، بمعنى لم يعد الجسيم جسيماً فقط، بل قد يصبح موجة، التكامل بين الجسيم والموجة. إذن نستطيع أن ننشئ مبدأ تكامل وتمامية، وهو ما تفطن إليه لزباغ. إذن البحث فيما بين الطرفين، البحث فيما بين الطرفين ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى تجديد المنطق، وهو البحث عن ثالث متضمن، لم يعد ثالثا نقصيه إما هذا أو هذا. لماذا نبحث عن ذلك؟ لأن ما نبحث عنه هو يتنزل، وهو لا يتنزل بالضبط، هو مرن، هو في حركة جيئة وذهابا بين السطح والعمق. فنحن نحاول أن ننفذ، وهذا العمق هو مجرد افتراض، الواقع في ذاته مجرد فرضية، ولكن لا نعلم عن هذا الواقع في ذاته شيئا. إن أقررنا بذلك جوهرناه أو جعلناه أقنمناه إبوستاز. إذن ما خفي عنا لا يمكن أن نتعامل معه إلا بأمرين: تجديد الجهاز الرياضي المنطقي. نيوتن لم يتمكن من طريد الحركة إلا بحساب التفاضل والتكامل، يعني لا يمكن للفيزيائي أن ينشئ علما إلا بتجديد الصياغات، القوالب الصورية الرياضية المنطقية حتى يكون الأمر ممكنا. ولكن هذا لا يكفي، لابد من أدوات، وهنا أشير الإعلامية. الإعلامية هي قمة البركار والمسطرة، وهي علم الأدوات. يعني ما ننشئه بالأدوات البسيطة أصبحنا بواسطة الحاسوب الياق الذي يقرب من الذكاء الاصطناعي، وهناك استفادات، أصبحنا نتمثل ونتصور وننمذج إيدياليزاسيون. إذن ننمذج شيئا، نبسطه، نقربه للفهم للتفسير، وله مردود نافع في المستوى العملي، فتصبح المعرفة ستان بروجي، معرفة تهدف إلى لكي نكتسب. وإلا رجعنا إلى الصراع الميتافيزيقي الكلامي، لاهوت فلسفة علم. إذن ها هنا العلم يتسع، لا شك في ذلك. الموديل النموذج الكلاسيكي والنموذج الكمومي ثمة مسافة، بل إن الذي يعتقد ويثق في أنموذج علمي قائم قد يسقط في الخطأ، وهو ما وقع في أينشتاين. كان عنيدا في صراعه مع الفيزياء الكوانتية، رغم أنه قد شارك في إنشائها، لأنه يحمل ذهنية كلاسيكية، جزء من تفكيره كلاسيكي، لأنه يتصور الطبيعة، وهنا قد ألامس ما طرحته، يتصور الطبيعة فضاء هندسي متجانسا، والأجسام الطبيعية نقاط مادية تسبح فيه، وعلينا أن نقنن ذلك فنسوق قوانين الحركة. ولكن في الفيزياء الكمية ليس الأمر كذلك. حينما نرصد هذا الجسيم، إن رصدناه أصبح جسيم، وإن تركناه صار موجة، إذن هو يتبدل. ثم إن أكثر من ذلك في الفيزياء الكمية، وأكثر من ذلك هو التفاعل الآني المرفوض قديما أصبح ممكنا، التفاعل اللحظي، ما يحدث هنا يحدث لحظيا خارج الزمن، هذا ممكن. في الفيزياء النسبية غير ممكن، لابد من مسافة يقطعها، وحينما يقطع إذن هناك زمن، ونكمم هذا الزمن. إذن البنية العلمية تغيرت، فيجب علينا أن ننشئ فلسفة جديدة. وربما هناك سؤال مطروح دائما أكرره: من أين يستقي الفيلسوف معرفته إن لم يستقيها من العلم؟ إن لم تكن الفلسفة صدى لثقافة عصره العلمي، فمن أين يأتيها؟ أفلاطون هندسي، ديكارت رياضي، ما من فيلسوف، ما من تفلسف إلا ويستند إلى أرضية علمية، إلى ثقافة العصر، ذلك العصر العلمية
لكي يبني تصورا ميتافيزيقيا أنطولوجيا، وربما قد يبتعد كثيرا. ولكن هذا لا يمنع من أن العلم لا ينفتح على طرح قضايا أخرى قد تكون. لذلك في الملخص، هذه الإبستيمولوجيا إذ هي متعددة الأبعاد، هذه الأبعاد هي خمسة أبعاد: العلم، فلسفة، إبستيمولوجيا، الميتافيزيقا، والأنطولوجيا، والروحانيات. تأخرنا 10 دقائق، شكرا.